لده ولا اقفل التاني الاول؟ انتوا شايفين كده الشاشة بتاعتي دي؟ دكتور تمام يا دكتور، شايفينها؟ شايفينها تمام. طيب هنا هنتكلم الأول على اللي هي generally speaking بقى، على كل الريستوريشنز الناس بتعمل ايه عشان تعمل ايفاليويشن للايه؟ للريستوريشنز اللي احنا عاملينها. طيب الكلينيكال ستاديز بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايفالويشن للونجيفيتي اوف ريستوريشنز، بتبقى عايزه تشوف ايه؟ نشوف الريسك فاكتورز اللي ممكن فاكتور تحدد لي اللونجيفيتي بتاعت الريستوريشن دي، وبنشوف ريزونز اوف فيلير عن طريق الدراسات دي برضه، بنشوف ايه اسباب الفيلير اللي عملت كده علشان تعمل لي الفيلير اللي طيب هي المشكله عندي انه في الكلينيكال ستاديز دي بتبقى بتشتغل على اوبريتورز بيشتغلوا في ريسيرش ورك، مش بتبقى في الروتين براكتس اللي هي بتحصل. يعني احنا بنعمل الحاجات دي شغل اكاديمي خالص، ما بنشوفش الشغل في العيادات البرايفت أو العيادات اللي في المستشفيات شغالين إزاي. خلاص؟ وبعدين لما بنيجي نختار في الاستاديز دي اللي إحنا بنيجي نعملها عشان نعمل الاستاديز دي، نختار بروسبكتيف. في البروسبكتيف استاديز دي بناخد بيشنتس موتيفيتد أساساً، من ما عندهمش الهاي ريسك وما عندهمش البروكسيزم وما عندهمش الفاكتورز التانية اللي هي ممكن تتسبب لي في الفيلير. انا باخد العيان اللي هو مقشر، اللي هو ما فيهوش حاجه خالص، عشان اخده اعمل عليه الريسيرش بتاعي، باخد العيان اللي هو متصفي كده، ما فيش فيه بقى كيرز ولا فيه بتاع ولا فيه البروكسي ولا. فباخد العيان اللي هو بالشكل ده وبعمل عليه الايه؟ اللونجيفيتي ستاديز دي. فده طبعا ممكن بيبقى مختلف عن الدنتال براكتس بتاعتنا. فدي المشكله بتاعتنا. المفروض ان انا ادي اوبن فيوتشر اوبشنز عشان الريستوريشنز زي ما هي موجوده في الايه؟ في الكلينيك العاديه، علشان اشوف هعمل بعد كده الحاجات دي اصلحها ولا اعمل لها ريبليسمنت او اعمل لها ريبير او الحاجات. وبعدين بعد كده كمان البايوميميتك ابروتش اللي احنا هنتكلم في حاجه اسمها بايوميميتك، هنتكلم فيها بالتفاصيل دلوقتي احنا مش عارفينها، هنتكلم فيها بعد كده بالتفاصيل. الحاجات دي كلها هنرجع نشوف الريستوريشنز بتاعتنا المفروض ان هي تبقى فولفيلنج الكرايتيريا اللي هي الميكانيكال والبيولوجيكال والاستاتيك ريكويرمنتس اللي انتوا درستوها زمان في سنه ثانيه. فالمفروض ان احنا نبتدي نعمل البيزكس ديت علشان انا ابتدي اشوف احدد الايه؟ الفيلير بتاعي هيبقى فين بالظبط. طبعا ادي ريستوريشن امالجم اهي، مثلا ادي الفيلير اهو، وادي بعد كده بعد ال بير، وهنا ادي ريستوريشن حصل لها برضو فراكشن، وهنا دي في ريستوريشن برضو، وهنا كانت النتيجه بهذا الشكل. طيب الكافيتيشن والكلينيكال انفلونسز اوف كافيتيشن درسناهم وعرفنا انه اساسا الكافيتيز اللي موجوده في السن بتبقى بتأثر ازاي
نيجاتيفلي على البيشنت. عشان كده قلنا انه السكسس بيرفورمانس والديورابيلتي هتعتمد على الميكانيكال والبيولوجيكال والاستاتيك فاندمنتالز اللي انا عملتها، وهتعتمد على انه الريستوريشن اللي انا بحطها دي تكون ادهيسيف. طب احنا عارفين انه كل اللي بستعمله الريستوراتيف ماتيريالز ديت دول عباره عن بور سبستيتيوتس للناتشورال توث، مفيش حاجه بتعوض لي الناتشورال توث، مش بس استخدمها في كل الحالات، كل حاله واقدر استخدم معاها ريستوراتيف ماتيريال معين، بلس ان مفيش حاجه فيهم ادهيسيف اقدر ان انا استعملها. الميكانيكال ريكويرمنت هعيد عليها بسرعه جدا، هي الفيتشرز علشان خاطر والتوث ريستوراتيف سيستم ما يحصلوش فراكشر او ما يحصلوش دي بوندنج او ديسلوجمنت. الاثنين كانت دي الريكويرمنتس بتاعتنا. ده قلنا يا اما يبقى كوهيسيف او ادهيسيف. كوهيسيف يعني حصل فيلير في الماتيريال نفسها within الماتيريال، او ادهيسيف يعني حصل دي بوندنج، يعني ريستوريشن ما مسكتش في الايه؟ في التوث بتاعتي. طيب طبعا الكوهيسيف فيلير ده هتبقى افكتد بالماتيريال نفسها، يعني في عيوب في الماتيريال نفسها، لكن الدي بوندنج هيحصل يبقى في الايه؟ الانترفيشال اتاتشمنت بتاعتنا اللي انا بعمل البوندنج، اللي هو بكل بساطه اللي هو خطوات الستبس بتاعتك بتاعت البوندنج، اذا حصل فيها اي فيلير هيديني الدي بوندنج. طب البيولوجيكال برينسيبلز دي كانت بتتكلم على بريزرفيشن للفايتال ستراكشرز زي البالب والجينجيفا والانتجريتي اوف ذا توث نفسها، كانت بتتكلم عن كده. يبقى انا كنت بعمل سبيشال فاندمنتالز في الكافيتي علشان ان هي بعد كده تبتدي تحافظ على الانتجريتي بتاعه الفايتال ستراكشرز اللي قلنا عليها زمان. والاستاتيك ريكويرمنتس دي طبعا الكلام ده كله مش جديد عليكم، كل الكلام ده اخذناه في سنه تانية، انه في الريستوراتيف تريتمنت المفروض يبقى يديني استاتيك استاتيكالي، يبقى سيمتريكال وهارمونايزنج ويبقى بليزنج للبيشنت، ما يبقاش فيه اي ديسكالرد تو ستراكشر. طيب ايه الكرايتيريا اللي بنعملها علشان اليو اس بي اتش اس 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 سي كرايتيريا اللي هي الرايجز كرايتيريا؟ دي الكرايتيريا اللي احنا بنستخدمها في الكلينيكال ستاديز عشان نحدد الريستوريشن دي سكسسفل ولا لا، ودي غالبا اللي بنستخدمها احنا في العياده واحنا بنشوف لك الريستوريشن بتاعتك كويسه ولا لا. فببص انا على الحاجات دي هتفيدك قوي انت تعمل اكزامينيشن للتوث بتاعتك للريسيرش، انت بتشوف الحاجات دي وبتعرف انا هشوف الحاجات بتاعتي. طيب ايه هي الرايجز كرايتيريا دي بقى؟ احنا بنبص عليها، ببص انه الريستوريشن بتاعتك دي المفروض تبقى السايز والفورم والكلر تبقى مظبوط جدا تمام. طبعا الكلر والحاجات دي لو انا بعمل استاتيك ريستوريشن هبص على الكلر بتاع الايه؟ التوث. لازم يبقوا فلاش وذ مش مسافه بينهم، ديسكريبنسيز كيريز فويدز ديسكلريشن اوفر هانجز، ما يبقاش فيها اي حاجه من الكلام اللي قلنا عليه ده. طب والسيرفيسز؟ السيرفيس نفسه لازم يبقى بيرفكتلي سموث، هايلي لاسترس، فري فروم هانجز ديسكلريشن وديجريديشن، كل ده ما يبقاش موجود ايه في السيرفيس بتاع الريستوريشن. مفروض سيرولوجيكال كونتور حاجه تعمل هايت انتر بروكسيمال كونتاكت والريدج هايت تبقى مظبوطه، ولازم تبقى سكيورد للتوث او حته منها وقعت. في هذا بقى ان الريستور توث المفروض تبقى اسيمتوماتيك، ما فيهاش اي فراكتشرز، بحيث انه العيان ما يشتكيش منها. البيشنت بقى رايه مهم جدا، انجويز افيشنت اند كومفورتبل ماستيكيشن اند
ثينكينج بتاكل عليها بتستعملها، لكن مبقاش ياكل على الجنب ده خالص وريح نفسه عشان نعرف هي دي المشكله بتاعتنا. ايه الفرق بين الريبليسمنت والمينتننس او الريبير؟ الريبليسمنت ده المفروض اعمله للديفكت وميكانيكال انتجريتي او الديفكت هتعمل لي كده، يبقى طب امال المينتننس او الريبير ده بنعمله ايه؟ ديسكريت حاجة بسيطة. طب يعني ايه الحاجة البسيطة او الحاجة اللي هي ماشي فيوليشن للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي لها الريبير ممكن اصلح هذا؟ واحنا بنتكلم على كل ريستوريشن لوحدها. ايه اسباب مش هيخرج عن الحاجات دي، مش هيخرج عن انا اول الواحد هيفش ان انا اجيب الغلط على العيان ابدا. يا دكتور الصوت عمال يقطع. البيزك اتريبيوت ايه العيب اللي في الامالجام ده؟ نعم احنا كلنا طلعنا مش عارفين ليه وبعد كده دخلنا تاني. ايه احنا كلنا طلعنا مش عارفين ليه وبعد كده دخلنا تاني؟ كلنا طلعنا من البرنامج قفل علينا. طلعتوا من امتى؟ الميتنج يا دكتور قفل علينا كلنا. حضرتك الصوت قطع عندك. الايه؟ انت صوت قواتي ليه؟ هو انا صوت قواتي كلنا؟ طيب طلعتوا من امتى؟ من عند سلايد المينتيننس دي اخر حاجه وصلنا. نمره ايه؟ اللي هي الريبليسمنت والريبير دي اخر حاجه وصلنا. الريبليسمنت
لا دي هي على طول. طيب لو اتكلمنا البيزك اتريبيوتس اوف فيلير قلنا، طب يعني قلنا الكويشنبل اوبريتور سكيلز اللي هو ياتروجينيك، يعني كل حاجه الاسباب الرئيسيه فيها شغلك انت او شغلك انت، انتوا اللي غلطانين من اول الميس سيلكشن اوف ذا ريستوريشن، من اول الرونج كافيتي ديزاين. والرونج كافيتي ديزاين ده مهم جدا، 60% من حالات الفيلير نتيجه فايوليشن للفاندمنتالز اللي انتوا اتعلمتوها في سنه ثانيه هي 3 ب 301 و 302. بعد كده 40% على الماتيريال مانيبيوليشن، فيلير للماتيريال مانيبيوليشن. وفي بقى الانهرد ماتيريال ديفيشنسيز اللي انتم مفروض عارفينها، دي حاجات موجوده في الماتيريال نفسها ما اقدرش اعمل فيها حاجه، دي ديفيشنسي في الماتيريال. زي ما عرفنا ان ما فيش ماتيريال بنقدر نعوض بيها الايه التوث ستراكشر نفسه. وبعدين lack of patience cooperation، ده من ضمن الحاجات اللي هي يعني اقل حاجه، هو الاسباب الرئيسيه كلها شغلك انت كدنتست. اوكي. وبعدين في complex oral environment، يعني في environment في الـ في الـ في الاورال كافيتي مش مناسبه للريستوريشن اللي احنا بنحطها، زي مثلا هاي ريسك بيشنت، زي ما اتفقنا ان انا لازم اعمل كنترولنج للكيرز قبل ما اشتغل في العيان ده، ولذلك المفروض ان انا محتاجه اوضح اشغل الانفايرمنت دي لحسابي انا، تبقى الانفايرمنت دي مناسبه للريستوريشن اللي انا بحطها. طيب دي اسباب الفيلير. ايه بقى المانيفستيشنز اوف فيلير؟ ايه بقى المانيفستيشنز؟ مش هيخرجوا عن المانيفستيشنز، عن الايه الميكانيكال وبيولوجيكال واستاتيك مانيفستيشنز، مش هيخرجوا عن كده. الميكانيكال هتبقى فراكتشر، مارجنال تشيبرنج، ديسلوجمنت، اوير للريستوريشن. والبيولوجيك هتبقى مثلا كارنت كيرز او اب نورمال بايتنج هابتس، دنتين هايبر سنسيتيفيتي، بين، بالب رياكشنز، جينجيفال او بريدونتال بروبلمز، كل الكلام. طيب والاستاتيك مانيفستيشنز، انه يحصل ديسكالريشن للريستوريشن، لوس اوف فورم، انكريز اوباسيتي او اكسسيف سيرفيس رف. طيب عايزاكم انتوا بقى تقولوا لي ايه الحاجات اللي غلط في الريستوريشنز اللي انتوا شايفينها دي. اتفضلوا اتكلموا بقى. تراك في مش سامعه حاجه. مش سامعه حاجه انا. في كراك في الريستوريشن. ومفيش اناتومي اللي هو ال 7 في الصوره اللي تحت. الصوره اللي تحت، الصوره دي انت شايف ايه بقى؟ في كراك في ال 7 في الريستوريشن. في كراك في النص. كراك في ايه بالظبط؟ فين في الريستوريشن ال 7 يا دكتور؟ في نص السنه بالظبط، عند عند الباكال جروف كده. ده هو ده قصدك على ده؟ ايوه بالظبط. بس ده مش كراك، ده ديتش. بس ده مش كراك، ده مارجنال تشيبينج او مارجنال، يعني ده اللي هو المارجنال ديفكت. اوكي تمام. او مارجنال كريفيسينج اللي هو هنتكلم عليه في الامالجام بالتفاصيل. طيب كويس. ايه تاني؟ مفيش اناتومي. ايه تاني؟ loss of anatomical point مفيش خالص، مش معمول. ممكن يكون ما اتعملش كارفينج، او ممكن يكون ايه؟ اي ويرنج للريستوريشن. ها؟ اندر ريستوريشن. ممكن يكون ايه؟ ويرنج للريستوريشن. والله هو الوير بالنسبه للامالجام بيبقى قليل قوي، ده احنا بناخد الريستوريشن دي كريفرنس، يعني الامالجام ده الوير بتاعه قليل قوي. لا اللي هو loss of anatomy ده، يعني ممكن كنت تبقى عامل restoration ويحصل loss of anatomy، تتغير شكلها، بيبقى اسمه ايه ده؟ خبر ابيض. في حد عارف؟
سمعتوا عن الكريب؟ سمعتوا عن الكريب ولا ما تعرفوهوش؟ ده احنا هنرجع نذاكر مش بس اوبرتيف، ده احنا هنرجع نذاكر دنتال ماتيريال. عايزه رد، عايزه تفاعل منكم. ردوا معايا. انا حد فيهم بيقطعها اول ما بيتزل. يلا يا دكاتره عايزه اسمع. كريب؟ ايوه عرفتوا الكريب، فاكرينه؟ ايوه، اللي هو بيحصل تغير في الشكل مع الوقت. ايوه سايكليك لودينج، ده سايكليك لودينج. طيب شايفين هنا في ايه؟ شايفين هنا في ايه في الكسب ده والكسب ده؟ منيح منيح. في ديسكالوريشن. نيام، ما تتكلموا يا دكاتره. اديني اسامي. في ديسكالوريشن يا دكتور. في ديسكالوريشن. فين مصطفى؟ فين علياء واحمد فيصل ومحمد كمال ومعتز اماني واسماء وامال؟ فين دول كلهم؟ اتكلم، هو لسه بيتكلم. مين بس مش حاضرين؟ ها دكتور مع حضرتك. طيب عايزه اسمع صوتكم، يعني عايزه اسمع صوتكم. طيب ده قلنا انه هيكون مارجنال كريفيسنج، ممكن هنا هيكون في فراكتشر في التوث نفسها في المارجنال ريدج، هنا ممكن يكون هنا حصل ريكرنت كيرز وهنا حصل كريب بحيث انه زادت الريستوريشن عن التوث، وممكن هنا يكون في ديسكالوريشن، يعني شوية حاجات من الحاجات اللي احنا كنا هنتكلم عليها بالتفاصيل. طيب في هنا كمان ريستوريشن بيولوجيكال فيلير اهو، انه حصل ديب خالص وحصل ريكرنت كيرز اهو بعد ما شالوا الريستوريشن وابتدى يشيل الايه كل الكيريس دنتين بتاعت وعمل الايه الريستوريشن بتاعته. وهنا هنا في ريكرنت كيرز حوالين الامالجم ريستوريشنز في فيشرز في هنا ديفيشنسي برضو اتشالوا واتعملوا تاني ريستوريشنز، استاتيك ريستوريشنز شكلهم احلى بكتير. شايفين ايه هنا كمان؟ قولوا معايا في ريكرنت كيرز برضو. برافو عليك، ريكرنت او اساسا ريمينينج كيرز، يا اما ريكرنت يا اما ما تشالش. وفي هنا ديسكالوريشن وفي مارجنال ديسكريبنسي اهو، وفي هنا ممكن تكون كريب، شايف السيرفس اتغير خالص. اوكي السيرفس اتغير خالص وحصل بالجينج على البروكسيمال، يعني السنه انبعجت ناحيه البروكسيمال. وهنا في اهو فراكتشر لاين، اهو فراكتشر لاين، يعني ممكن ان انا لو كشفت على دي ممكن الاقي الحشوه دي، ممكن يكون فيها ديسبليسمنت كمان بتتحرك. اوكي طيب في هنا برضو الايه الجولد ريستوريشنز، ادي
cold restorations، دول برضو cold restorations او inlay. الانلاي او الجولد ريستوريشنز دي برضو هناخد الفيلير بتاعهم، ممكن يحصل لهم فيلير برضو، وغالبا الفيلير في الجولد بقى علشان ده بريشس ماتيريال، فالفيلير بتاعه ممكن يكون ديسلوجمنت خالص، يعني لوس اوف سيمنت، معموله سيمنتيشن يبتدي لاك اوف ريتنشن، دي اكبر عيب في الايه في الكاستد ريستوريشن. هنا في fractured، طبعا هنا برضو مليانين فيلير اهو، في discoloration حتى tarnish وcorrosion في restorations غير المارجنال discrepancies اللي موجودة. وبعدين في الآخر هنلاقي في fractured tooth هنا كمان، ممكن تخليني ان انا اعمل ايه، اعمل gold inlay مثلا، اغير line of treatment بتاعي واعمل gold inlay. هنا الريستوريشنز دول اتعمل لهم ريبليسمنت واتعملوا بالايه بالاستاتيك ريستوريشنز اهو، والامالجام ريستوريشنز اللي كانوا هنا اتعالجوا اهو واتعمل لهم ايه ريستوريشنز استاتيك ريستوريشن. اجين هنا ديفكتيف ريستوريشن اهي، ديفكتيف امالجام ريستوريشنز واتعمل لها ريبليسمنت واتعمل لها الايه الريستوريشن هنا، وهنا كان في recurrent cases تحت ال restorations، وهنا كان في defect واتعمل التاني اتعمل لها طيب طيب احنا قلنا ال failure of amalgam restorations قلنا يا إما يحصل marginal أو surface degradation، ممكن يحصل isthmus fracture، دي حاجات منتشرة جدا، ممكن يكون recurrent cares، ممكن يكون gingival أو periodontal inflammation، ممكن يكون post-operative hypersensitivity أو tooth discoloration. على فكرة ممكن تكون حاجة اتنين تلاتة مع بعض، زي ما شفتوا كده في الحاجات اللي إيه اللي أنا وريتها لكم في الحالات اللي فاتت، ممكن تكون حصل منها الحكاية دي. طيب ده الفيلير اوف امالجام ريستوريشن. تعالوا نشوف المارجنال ديجراديشن. مارجنال ديجراديشن او مارجنال ديتشنج او مارجنال فراكتشر، كل الكلام ده نفس المرادفات بتاعت نفس العيب اللي هو موجود قدامكم ده، او مارجنال ديسنتجريشن او مارجنال كريفيسنج اهو، كل ده معناه انه في في شيب مارجنال كريفس بين الريستوريشن عند حافه الريستوريشن اهي والتوث بتاعتنا، يعني المارجن هنا ما هياش كونتينوس فلاش مع التوث، لكن في سبيسنج اهو بين التوث اللي هو السبيس. مارجنال ديجراديشن، مارجنال ديسنتجريشن، كريفسنج، كل الكلام ده معناه انه في thin edge من الريستوريشن اتشالت من الحته دي عند المارجن، عملت لي الفي شيب مارجنال كريفيس او في فجوه بين التوث والريستوريشن. طيب ال دخلنا على الاسموس فراكشر على طول، لا عايزه اشوف ال